وجوزها مش موافق طبعا، لا ما تعملناش مشاكل. انا عادي يعني الحين صار كل شيء مفتوح يعني عادي. لبنية يعني ببيتها واولادها وكذي احسن من تشتغل برا. كنت سمعها اوضت ان لبنية تشتغل برا الديره، احس معها لانه يعني ممكن انها ما تحصل فرصه هني، فليش انها ما تشتغل برا يعني عادي. بس زين حتى لو كانت مو مرتبطه اي احس عادي يعني، يعني اذا ما حصلت فرصتها هني ما تعطل حياتها تروح تشتغل او تدرس برا عادي يعني. عادي معها طبعا يعني عادي، يعني انا شايفه ان بنت او ولد مش فارقه، اي حد جاله شغل او حاجه كويسه لمستقبله المفروض يسافر، فمش حاسه ان حاجه يعني لا لازم افضل جوه البلد ولازم افضل مع اهلي، لا عادي يعني. انا حاسه ان دي حاجه مهمه، الكارير والحاجات دي حاجه مهمه. بس حتى لو كانت المده طويله، حتى لو كانت المدة طويلة أنا شايفة إن لو هي مثلا مش متجوزة أوكي، حتى لو مش المدة طويلة لو أهلها متفاهمين معاها ولو هي ما عندهاش أي حاجة يعني أساسية في حياتها جوه البلد، فده حاجة كارير مستقبلها هيبقى أحسن. لا طبعا تسافر حتى لو المدة طويلة يعني عادي، حتى لو هتروح مثلا تحضر، ما في ناس بتروح تحضر ماجستير ودكتوراه يعني دول إيه، لا طبعا دي حاجة كويسة. وإذا كانت متزوجة تكنسل على الموضوع ولا ممكن؟ لو جوزها مش موافق طبعا لا ما تعملناش مشاكل. لو جوزها اوكي معاها في نفس القصه اوكي، يعني يطلع معاها يسافروا مع بعض، هو يمشي في مستقبله في حاجه معينه وهي كمان، لكن تسيب جوزها عشان مستقبلها وكاريرها لا طبعا ما قلتش كده. لبنية يعني ببيتها واولادها وكذي احسن من تشتغل برا، طول ما انا كنت موفي اياها ومو محتاجه لشيء ما يحتاج ان هي تشتغل. هذا اللي بنتها بتنجز تحقق يعني طموحاتها واللي في بالها. ما احس بعد ان اخليها بس في البلد اكيد ما يعني هو شيء حلو ان الواحد يعني يتطور ويشتغل يعني برا الديره ويطور من نفسه، شيء حلو يعني من ناحيه يعني اكسبيرينس وكل شيء يكون شيء حلو. لا عادي مع فيعني عادي يعني الحين صار كل شيء مفتوح يعني عادي اتفق. اي عادي اي ما تحسين احسن في الديره؟ وهو أحسن هني نفس الشيء ما في اختلاف. الغربة مو بصعبة عليها؟ هي الغربة صعبة مو صعبة، بس إنه بعد يعني إذا تحس أحسن من هني تروح برا أحسن لها.